تمام، معانا محمد من كفر الشيخ. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام يا استاذ محمد، اهلا بحضرتك. ازاي حضرتك يا دكتور؟ اهلا يا فندم. لو سمحت والله انا عايز اسال حضرتك سؤال. اتفضل. انا والدتي عندها انزلاق غضروفي من اكثر من 30 سنه، ودلوقتي حاليا هي ماشيه على الدهنات، زيت الزيتون وزيت حبه البركه كنوع من انواع يعني المسكن الطبيعي، لان هي كان عندها فحوص في الشريان التاجي، وكان عندها كمان تقلصات في القلب، بس الحمد لله تعالجت منها يعني. فدلوقتي الدكتور منحها من اي مسكنات لظهرها، ان كان حبوب علاج، حتى منحها لا قبل كده ممنوع حتى تروح عند دكتور عظمي يعني. حضرتك هو الدهانات دي لوحدها كفايه يعني، ان كان زيت زيتون او حاجه، ولا في حاجه ثانيه؟ بص يا فندم، اقول لحضرتك على حاجه. الدهانات هي وسيلة مساعدة، مظبوط، ولكن غير وسيلة ما اقدرش اعتمد عليها طبعا. يعني لما اجي ادهن منطقة معينة، الدهان ده مع حركة الايد هتفك العضلة شوية وتخلي العضلة احسن سنة، ولكن احنا بنعتمد، بما ان هو الدكتور منحها انها تاخد اي مسكنات، فمن اجدى ان هي تعمل علاج احنا بنسميه العلاج بالوضعية، يعني ايه البوزيشننج. لو في ألم في الظهر، أنا ممكن أنام على البطن شوية وأحاول أرفع راسي رفعة بسيطة، ده بيأثر على العمود الفقري كله وبيقوي العضلة. طيب لو أنا حاسة إن في آلام جايالي وأنا واقفة، أحط الكمادات السخنة وأحط زيت الزيتون، مش هنقول لحضرتك المهم لأ. ما نقفش فترة طويلة، ما توقفش فترة طويلة، باخد بختار وضعية مريحة للفقرات. وضعية مريحة للفقرات. والوضعية المريحة دي مع الكمادات ومع الدهان، احنا ما قدمناش طبعا الا اللجوء ان احنا نعمل جلسات علاج الطبيعي، وجلسات العلاج الطبيعي للحالات اللي زي كده، خصوصا ان بعد ما الدكاتره منعوها عن الدواء وقالوا لها لا العلاج لا، الوسيله الامنه علشان اسحب الالتهابات هو التقنيات الحديثه بالليزر، تقنيات حديثه بالمجال المغناطيسي. هتحس بقى بالتاثير بتاع الجلسات بعد كام جلسه مثلا؟ كل ما كان الجهاز حديث كل ما العميل حس بالنتائج من اول جلسه. تمام. يعني زمان كنا بنقعد 5 و6 جلسات و7 جلسات. أيوة. لما اخد نتيجه 10%. النهارده التقنيات الحديثه لا، المفروض نصل للتحسن، زي مثلا حالات الليزر المتقدم جدا. يعني بينفع لها جدا الليزر داوت.